دعواك راسك والله قبرت ربا والله يلا دعواك تعال تعال عمي تعال تعال احفر الباطن خل نسولف عيال تعال بنسولف قلت صح صدق على ضيفان صح على ضيفان انا والله يا ولد انا سرداني ذي مرداني والله صار عادي عندي سالفه عندي سالفه اسلم اسلم يلا صلاه الفجر استاذ اللي طلعت سالفه عنده واضح كاني قايل عشان اقول سالفه يلا صلاه الفجر صلاه الفجر خشوا علينا خوالي احنا في البيت قالوا ابوي مبسوطني باب محول كم خوالك شغال قوم الصلاه وجلس اثنين من خوالي يتكوا شغل اللمبات اللمبات النجفه بس وجلسوا من الميانه هذول كبار فقوم صلي قوم واقوم صلاه الفجر النجفه اي اللمبه البيضاء عشان لا النجفه الذهبيه ما في تفسير اللي ما لها داعي ها شوف نجفه ما اعرفها جحدها في العراق جحدها والله في العراق النجف مدري النجف اللي فوق هي ما بنجفه النجافه لا والنجافه اللي ما نبقاي نجفه نجفه الوكات غنفه الوكات اني قوموا للصلاة ما قمت أعوذ بالله أنا أعوذ بالله ثلاثة متوسط كيف يا كيف إبليس غط علي إبليس غط علي فهد يعني البرنامج هو يخليك تصلي استغفر الله يا أخي يوم صليت الفجر إيه ثلاثة متوسط يوم جيت على صلاة الفجر اللي أبوي سكري من حول قام صلي قلت يلا وأنا بس أفز الله أكبر عبد الله والله أني منسدح هذا والله الصلاة من شلون قال الحمد لله ربنا أبا بس أسمع صوته عشان يروح الله خوالي اثنين جالسين قال اي ما تركع انت رامك ما تركع انا تقول في حلم وانا افك البطانية وارديهم الا نعل احلى له الله يرى يجيني من تلحف البطانية طي الباب الباب كذا اللفة وصك الباب راسي وانا ادعو لهم حد والله نومك خفيف اعوذ بالله من الشيطان هذا نومك خفيف من ادخل غرفة اقول يا عيال الا نقاي طب هذا متوسط من بعد المحول طيب ما في احد منكم قد جاء في غرفته هو نايم بس جاهم مضيوف انا موقع غرفتي غلط عند الصاله عند الصاله والله ماشي انا حلوين صاله ولا الدوليه عند الصاله صاله حقت العائله صاله حقت العائله ها التحريم ايه التحريم صاله قال يا ويا اذا بطلع من غرفتي طيب السلام لازم امر على الصاله يا سلام التلفزيون من عندك غلط ترى تصميم البيت اللي اقسم بالله تعرف البيت ما فيه الا انا وامي يعني زحمه الله يعين إيه بس كيف اقول لك يا طيب السلامه نايم ودي اول ما صحيت ودي اطلع انا مطول في النوم تعرف اللي في النوم يبغى يطلع يروح والجو كان مطر سبحان الله بعشر مش طربني طربني كيف اقول لكم ابغى اطلع بس في نفس الوقت اسمع في عندنا ضيفان كيف الطريقه من ربع من لي كيف ضيفان في مجلس ولا في ضيفان عند امك ايش تقول امك ابو عيد ابو عيد ابو عيد كيف ابو عيد ايش تقول امك شفني شفني ابو عيد اما تقول امك تعال بوريكم المطر شوف الحوش الحوش يجنن شوف يا مطر ثم الحج ترى والله تسوي الحس والله فكرة حلوة والله لازم طلعوا واركض لازم ابو عيد تعرف تتصرف لازم هذه تنكبني هاي لاني انا غرفتي فوق بقدر اطلع البيت لازم امر على مجلس حريم من تحت يا كم اني قمت ولقيت الحريم تحت في مجلس حريم هذه مره من المرات طيب دقيقه تكفى دقيقه ولا مقطع طيب اذا كان الجو شمس ايش اسوي ادقم عاد طيب اذا كان شمس كلمني وانا اعلمك انا مخرج سلام قايم يا طيب عمر السلامه قمت يمكن الساعه 7 7 ونص المغرب صاحي متحمس عند المباراه واخذ لي شاور على السريع بنزل حاط المنشفه زي كذا وشال اغراضي في يدي ملابسي في يدي ودنيا في يدي نازل ابغى الحق على اللعب بليل واجيك مع الدرج والله انها صعبه اكمل عندي سالفه والله لا تكمل لا لكن اسمع شيء ثاني عشان ما شو اسمه يوم كنت في المجلس حلو راقد انا وين راقد مكاني غريب عند الباب افتح شويه بالباب عشان وقت الشتاء ما احب المكيف وقت الشتاء افتح الباب وارقد عند الباب الباب شفت ايش؟ عند الباب تفتح عند الباب؟ اي افتح الباب شوي وارقد عند الباب طب الفراغ اللي وراك لا احب انا ما احب مكان الشيء احب اني اكبت عمري فيه طب انا اعرف ركبت في الركن انا لا عند الباب عشان يجيك هواء من تحت وافتح الباب هاتم سلامه عندي الشاحن عندي الياي في الفروه من استحراج والباب مفتوح قمت الفجر لا قمت اسمها قلت بني على الظهر العصر بعصات الظهر
يمكم لا والله الضيفان في المجلس طيب يجي له الحريق الضيفان جاي من المسجد خبرك حلو ابوي معهم جاء من المسجد قال ابوي والله انت قهوان عندنا قال والله انت قهوان ابوي فتح الباب على الدزه هو مراه شاف المجلس كذا اعطاه نظره اللي يعني المجلس مرتب حلو ودخل داخل عشان يجهز القهوه يقول ميت يجهز القهوه كذا الباب مفتوح وجا ذولا قعدوا داخل وانا عند الباب نايم ابوي ما شافني ما فتح الباب ابن ابوي الموقف اصحى اتذرف حامل ال 40 فيني ما ادري الوقت ترحب اعوذ بالله تسلم تسكت تطلع والله العظيم تفروه كذا رجال وجه تو جاي منه العظيم الموقف مره ولا سنه والله الثاني والله انه اقوى بيضحك بس انه ما انا كنت ارجع اكثر المواقف اللي ودك تقولها ولكن فيها اشياء ما تنقال ورب البيت والله العظيم ما تقدر مليون 5000 موضوع يجي فيه مشكله قد رقدت في المجلس انا ومقلط ابوي ضيوف علانا كانوا يحدثون عندنا في المسجد حق الحاره يوم جيت الفرش جنبي فوق اربع فرش مدري خمسه اقسم بالله العظيم من تقول ساكن عند ناس جدد كيف المجلس حقنا هذا ما شاء الله تبارك الله يعني اي ضيف في المسجد يصلي معنا جديد ويجي ابوك يعزنا حلو معي والله ما تروح اي الضيف هذا نعسان في نوم حلو معها اربعه الفراش جاهز والله ما تروح اي المجلس عندنا عاد كله فرش جديد يوم جيت الشيخ المطول اللي حيث لهنا راضي الله قمت تعرفون كذا الا اربعه ترى يجي عندك وانا فك البطانيه على هذا الان طالع من انت ولا ادري شنو من انت يقول انا فلان فلان ما تعرف احد ما اعرف انا سكت دقيت ابوي دق الباب من انا يقول انا عليك حاج على قلت ابوي وانا اطلع طلعت وانا اخذ ثوبي وانا اسحب ثوبي وانا اخلي جوالي وانا امشي اوقف اللي عند الباب وارجع ابي ترحب مو ترحب مو ما راح الناس القود هذا رفع ضغطي قلت من انت طالع في فيس قالوا ضيوف هذول حدثوا صلاه العشاء عندكم في المسجد وقلطهم ابوك الظاهر الفطور وفطرهم عشاء عيهم يقول جايين ما ادري منين خلي اسم شيء اعوذ مره خشيت زاره تكفى ضحكنا انا وخالد بندر ضحك ضحكنا انا وخالد بندر ضحك ما يلعب كيف؟ يقول جيت ابغى اطقم بس باقيس هنا ودق الباب كان يقول من؟ خالد بندر لا جوا واحد قال جوا واحد جوا ثلاثه يقول من؟ يعني بالله لو قلت لك زدت عليني الله ظني بالضحك الله يوفق واحد والله تسلم والله 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 بالضحك والله علمك معلم يا ولد اسلم 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 اول موقف علي بس خلص لا اسلم تسلم اسلم ليش والله ما فهمت يا عيال يا اخي شفتك ما ضحكتك تغني اضحك السالفه ما طولت السالفه طويله اجلس يلا بجلس سولف سولف والله تسلم والله تسلم والله تسلم تخيل عندك قالك الباب وانت في زهره انا واحد عادي تمر مرور الكرام لا انت تلبس جوا ما حد انت ما تعرفني ودق عليك الباب وانت تلبس ايش تبي تقول؟ خير لا واحد يقول من؟ من؟ ايه طيب ايش تبي تقول؟ ما ادري بس ما ضحك يا اخي لا واحد 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 ما تضر احسن مرضان تعرف طلعت من عيونكم انا كيف فهد؟ والله يا فهد ما تمنيت فهد والله ان سالفت من سالفت والله اني بقول السالفه بالضبط امي ارسلت لي اخويتها قالت له رح واعطها لك اذا عشاء مسوي العشاء ذاك اليوم يطق له باب يعني المره ما تعرفني انا ما تعرفني تعرف امي بس ما طق الباب قالت مين قلت سيف الطيري والله شكيتك والله تكيت يعني اللي وقف يعني شو بقول يعني غصب بقول سيف الطيري بعد سيف الطيري يعني انا قاعد سيف الحين عشانك يا فهد والله يا عيال ان ذاك اليوم يضحك والله ان ذاك اليوم والله موقف يضحك انه واقفين عند الباب وكل منا طايع على ركبه من الضحك ايه يضحك في مشكله على فهد في مشكله عند فهد بارع الموقف حلو بس انت لا 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 تهرج ما مشاكل لا لا انا اعرفها اعرفها نفس حق ذيك ونفس الثانيه ايوه والله ما تهرج فهد 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 في مواقف تصير لك تضحك وتموت بس لا تنساها مين بحلوه والله اني متضحك يا عيال في مقاطع في مقاطع وقتك كانت تضحك
بس أود أوريك أنا ما تمسك أنت طالب فيك. ولا أنا شايف المقطع بعد. ما قلت هذا. يوه والله مقاطع بطرش من الضحك فيها والله. أوريه طالب فيك. صرت زيي خلاص أقول الله زمان. حتى يضحك تسكت. والله ما يضحك والله نفس حالتي يلا لا أبنه ضحك عليه وصار زيي. طلعنا آخر مرة وراني يمكن 13 مقطع. والله قلع بطن كفاية شوفني. هطال مغبوم من عذر وكان يغبن مني ما لعيبة. كثر المواقف. فهد انسان غريب، الناس تطلعون تدخل تويتر تدخل برامج، انا وين ادخل؟ ولا واتساب؟ مكان ما حد يتخيل، عطني بعد غير واتساب. تيك توك؟ لا. وش؟ عطني بعد روح. لا يكون فيسبوك. لا. اشول والله اشول. انا ايش لا؟ فيسبوك. هذا وش؟ يدخل توم سلام سناب يدخل ذكرياتي. ذكريات. يتفرف الذكريات طول الوقت. يتفرف الذكريات. يا عزتيله والله. يضحك حوله يوريني انا ما اضحك. والله يا سيف. مهما اشوف مقاطع في الحياه ابغى اشوف المقاطع الجديده ودي والله الحياه ذكريات انا كلها ثلاث اشهر تدري المقاطع اللي في جوالي المقاطع والصور انها 18 من 19 الف اشتنها من الفضايح قوم صرت مقاطع. صرت اخش صرت ما اخش من الاستديو نفسه اخش من السناب تحت الذكريات واروح اشجوها واضحك وارجع ايه طول شذي يعني حقت ذاك الاحمر ذاك اللي في اليسار يا حلال من قالوا ايه طالحين جايبها معه ها جايب الجوال ومستانس مشاعر تخيل تخيل الاداره يقول تعال خذ اليوم والله شي مصدق خذوا يوم كامل محبوب الله شوف عندك بندول تكفى اعطيني تلبسه هذا كم وش وش في تعبان بروح اجيب الحبوب والله شي يا جلمان يعني انا لو قلت لك فلان هذه تبي تعرفني لا حد سرق من البقاله من صادق لا انا قلت السالفه حقت السرق ذاك انا مع ولد خالتي تبي وش تدرون سرقه فيه سرقها عزا جدي فوق السطح احنا في بيتنا فوق السطح حاطين العزا عرفت نزلنا عرفت احنا متاثرين احنا متاثرين هو ولد خالتي يعني ما هو بجده هو جدي ابو ابوي عرفت ما هو بجدي ابو امي وهو ما متاثر هو بس جاي واسيك ما هو بجده اللي ميت جدك انت يا ولد خالتي نزلنا للبقاله خلينا الاغراض اعطيناهم اغراض يعطيهم سلام شاهد الكلام اتذكرون أخابي جديد قينا خاصم عرفتوا ذاك الإكس شفت الإكس شنو البسكوت اللي لازم لا الأصفر ايه عرفته أبو أبريو ونص الحرف بداية التاء ايه نهاية إكس المهم هذاك اللي يجيك الشكل قديم اللي يجيك علمني علي بالروية ذيك اليوم خشينا قال لو تقولون بترول عليكم خاصم بس يلا ايش هذا الكلام وهو يحطه هنا شوف في منية الرياض يحطه هنا بينه وبين بطنه. مديك انا حاسب على اغراض. لا والله راعي البقاله جيد ما هو مركب كاميرات وجيد عندك ينسرق مني شيء. ما هو مركب كاميرات وجيد. ما هو مركب كاميرات. يا ولد شي بطنك؟ يقول ميد شي بطنك كذا؟ بطني يوجعني. قال والله بطني تعبان وخر تكفى عندك دورة مياه هنا في البقاله؟ تقول هو جيد. سلام له انت. الله يعينك. الله انت يا ابو شاب. قال قال عندك دورة مياه تقول كرامي الله يكرم الشام عندك دورة مياه في البقالة بقالتنا ما فيها دورة مياه قال قال اخر تكفى انا كان من ثماني بقايل اخر انا بدورة مياه بدورة مياه يبي يكشف وسارق لها بسكوت حط البسكوت هنا يبيك اطلب سلامة يمسكه وهو يطيح عثر هو عثر ما حد جاء ما مسك الرجل العثر شوي البسكوت اطلب سلامة قدامه ولي والله هذه والله سرقه لمين بارك يا اخي عندكم عزاء عندكم عزاء يقول العام عندكم عزاء تشرقون عندكم عزاء قال يا اخي احنا اكسب الاجر ما معنا شيء هذا من السوالف اللي حبيت اشاركها طقطق طقطق يا رجل كل واحد يلقى في السالفه من الثاني قبل يا شباب احنا جالسين نخرب سوالف بعض خربوا سالفتين عندي وقلت وسلكت لكم واحده وخربتها معك بعد اجحدها انا والله في بعض الناس بس اسمعني انا دخلت بقاله ذيك مره انا عندي انا اخوياي شنو هي ما عندي سوالف كلمه كذا لكن الكلمه ذي عندك 18 سنه حقك كلمه بعد لغز كلمه انا ما اشوف بس بكره طلعت شوف يا عيال اسمعوا لا دخلنا وقلنا 010 بالبقاله يعني اسرق ترى خطفه تقيمونه ولا تقيمون تقيمون تقيم لا تخلي الربع 0-1 لا قال الحين يجي تقول بلا يا ولد
جينا بلع على البقاله. يا ربع في ايس كريمات تعرفونها يا ربع، ما شلون قال؟ اللي قال من يسمع يذكر الايس كريم. لا سولف اسولف الايس كريم وارع واجكم فلس. لا تكفى لا ما بكسر الربع بس من يذكر فتخلص علي ولد. من يذكر الايس كريم اللي على اخضر اللي فيه شوكولاته سوداء من فوق. يا ما ذكرناها ايس كريم اخضر فيه شوكولاته سوداء. ما ادري والله يا فهد اسمع اسمع هذا ما يوجد الا في مكه. اسلم واسمع بقولكم يا عيال انا ضحت من عيونكم. لا والله لا والله بس وقفت وقفت سالفتي يا فهد ما اعرف الا هو خالد بندر. يلا حي والله الطريب وبندر. ايوه صدق الله انا اشتغل انا فيك وفي خويك وفي الربع كلهم وفي كل القبائل. ليش لم يبوا فهد؟ يا مسلم ما هو ابو لا لا بالله يا ابو وهب المعذره والله ما لقى له ختميه اني اعرفه. ابكي اعرف ختم يا فهد فيك. انا دائما ادعي يلا بحسن الخاتمه وختم السالفه وختم السالفه. والله انها مشكله كبيره. انا لا عندنا ترى الرمز اذا الواحد سولف يحس انه بالنشب يسحب الفرشه ولا يسوي الحركه تحت. والله العظيم على ما جاك كل ما سواه يجيك الثاني ينقز وسالفه. فبعد ذاك سالفه ارتاح خلاص المسؤوليه راحت منه. فانا ابغى اسلم اسلم يا ابو فهد اسلم. ايوه اصبر اصبر 1-0-4 تعال اسمع الرقم كم؟ 0-1-0 يوم دخلنا شفنا الهندي ما بيمنع ونقول 0-1-0 خلاص انتشار بالفقال انتشروا غش غش وابو يجي مرك واحد كذا وديك انا يا الربع تعرفون بغيت اجيب الطامه الكبرى والصغرى الطامه الكبرى يا الربع لابس لي شروال فنيله لا تقبل تجيب ترى اسمع يتحمل ودي اعرف اسمع اسمع وحط فينيلتي بالسروال تسمعوني لو حذف شيء هنا يتعلق صح ما يطيح صح وانا اعبيه ايس كريمات اللي يجيك احمر واصفر يسمونه ايس كريم بوبو خمسه بوبو ايه عرفت اللي قال زي جاب لا ما قال زي جاب ما ايه يا ولد تقول قنابل يا الربع. انا شد عمري قبل لا اجي انا بارد في البطن والله انا بارد ورب البيت انا بارد عيال اسمع لا تطلعوا بهالنظرات هذه غلط انت سالت من لا عامل والله روح راح حلوه ضحك اسمعوا يوم يا الربع وانا شد عمري قبل لا اجي متحمس ان في 0-1-0 والعيال اللي يبارك واللي طالع معك كيس يخرفش ما ترى عيب تطلع ما معك حاجات وايد اي سرقي اخوي واحد يطلع باللي عنده يا ربع مرك واحد ما معي كيس اسمع قرطيس معه الزبده يوم كررت من عند الله فبطله الا وهي تنتر الدنيا من تحت يا فلص الوجه الان يا ولد ولدي ايش فيه وهو شنويه الزبده كل العيال طلعوا قال لي سرق سرق بقول لي ما سرق خلاص سلم عمره ويجينا هذاك السعودي نظام فاسع ويجي واحد من اخوياي اسمه وليد ما ودي كم اقول اسمه بول انه مسوي مشكله وبعد السالفه ويجي السعودي تسرقون وين بيتكم انت؟ احنا نوقف عند باب بنهج الا واحد من اخوياي داخل انحشر وبعد وانا اروح اجيب لي عجره عجرة عجرة بعد في اللقافة واخذ العجرة وعطيها وليد ما طقيت فيها ليه؟ قل لا ما صعبة يا ربع وش وانا كنت صغير بعد وليد اكبرنا وليد هذا ازحفنا ويمسك يجيب يا وليد ضرب العامل الحين خوف يقول سيف قم جيب لي ما قمت اجيب له من الخوف ضرب العامل ضرب السعودي سعودي ولد سعودي ويمسك يا عيال هذاك يفك العجرة منه وانا مصيقي تضيع العجره مثل الاشياء اللي يعطيك يقول تضيع مثل العجره ذي والله ما يعطيك تضيع يا الربع يمسكها ويعطيه مني على صرصور اذنه صرصور اذنه يوم عطاه الرجال داخل سعودي وانا اطلع خوينا والله العظيم اني ما احسب رجلي الا اضرب ظهري من قوه الهجه روح سوق واقول لك ابو سعد من اللي قد انضرب في مطعم الله يبيك انضرب ضرب عند الله علمه انا لا لا تقول انا لان اقول سالفه لا لا تقول لا تقول لا تقول انا